أهلا بكم. وصل سعر تداول العملة اليمنية أمام الدولار إلى نحو 400 ريال. مصادر مالية قالت إن الريال اليمني هبط أمام العملات الأجنبية ومنها الدولار بشكل مخيف، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الناتج عن هبوط العملة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش موضوع هبوط العملة وأثره على الحركة اليومية للاقتصاد في محورين: الأول العوامل التي أدت لهبوط العملة وتسببت في انهيار الريال، الثاني الحلول العاجلة والطويلة التي تكفل إنقاذ العملة المحلية. أكدت مصادر محلية وصول سعر الريال اليمني أمام الدولار الواحد إلى نحو 400 ريال في ظل تخوف من استمرار هبوطه، خصوصا مع عدم اتخاذ الجهات المختصة التدابير الكفيلة بمنع تدهور العملة المحلية. يذكر أن نقل البنك المركزي إلى عدن لم يوقف انهيار العملة المحلية الذي تسارع منذ الانقلاب في سبتمبر من العام 2014. مشاهدينا، سنبدأ النقاش في هذه الحلقة لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. انهيار يتلوه انهيار، هكذا بدت عليه العملة المحلية في البلاد بعيد انقلاب الميليشيا على الدولة منذ نحو 3 أعوام، حيث وصل سعر العملة المحلية في تداولات اليوم إلى أكثر من 400 ريال للدولار الواحد ليبلغ أدنى معدل له في تاريخه، انخفاض من المرجح أن يكون أكثر تسارعا في ظل غياب مؤشرات دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل بفعل ممارسات الميليشيا. يقول مراقبون إن قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية ساهم بشكل أسرع في تدهور العملة، الأمر الذي قد يسبب ارتفاعا في الأسعار نتيجة التضخم الذي يسببه هبوط العملة، قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب، وهو ما قد يضاعف من معاناة الملايين من المواطنين. وإلى قبل عام ونصف كان البنك المركزي قد ثبت سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار إلى نحو 250 ريالا في محاولة منه لدعم السلع الأساسية، إلا أن جهوده تلك لم تنجح بسبب تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي ونشوء سوق سوداء للعملة الصعبة، الأمر الذي دفعه لتحرير سعرها وتثبيتها بنحو 370 ريالا. ومع تحرير سعر العملة المحلية واعتمادها على سياسة العرض والطلب، فإنه يخشى أن ينخفض سعرها إلى مستويات قياسية تجر معها الاقتصاد والمواطن نحو مآلات كارثية. وأدى تآكل الاحتياطي العام للبلاد على يد الميليشيا إلى عجز الحكومة والبنك عن معالجة ذلك نتيجة عدم قدرتهم على تحصيل الموارد المالية سواء في المناطق المحررة أو تلك التي تخضع لسيطرة ميليشيا الانقلاب. ساهم في ذلك تخلي دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه تدهور العملة من خلال دعم الاحتياطي العام، ما قد يؤدي وفق مراقبين إلى انهيارها كليا ودخول البلد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من مدينة غلاسكو الإسكتلندية المحلل المالي والاقتصادي الأستاذ عبد الباسط الصبان. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا أخي العزيز، وشكرا لقناة بلقيس لهذه الاستضافة. حياكم الله. إذن أستاذ عبد الباسط، ضعنا في صورة الوضع المالي في اليمن. أنا أعتقد أولا أن ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة مقابل الدولار كان متوقعا منذ البداية، لا سيما بعد نقل البنك المركزي ودون دعم البنك المركزي باحتياطي خارجي. عندما تم نقل البنك المركزي كان هناك تأكيدات من ما يسمى بدول التحالف بأنه سيتم دعم الاحتياطي الخارجي بمبلغ 8 مليار ل 12 مليار، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى مساعدة البنك المركزي بمبلغ أعلى، ولكن للأسف مر عام كامل إلى الآن ولا يوجد في حساب البنك المركزي في الخارج سوى 450 مليون دولار، وهي عبارة عن ودائع استثمارية. طباعة العملة النقدية في روسيا تقريبا تم ضخ ما يقارب إلى 400 مليون ريال إلى السوق مليار بشكل مباشر، ريال طبعا ريال يمني، 400 مليار ريال، 400 مليار ريال. نعم. أدى بشكل مباشر إلى الضغط على العملة اليمنية وبالتالي إلى تدهورها. لا يوجد ما يقابلها في الاحتياط في الخارج، من المعروف أن البنك المركزي عندما يقوم بإصدار عملة يفترض أن يكون هناك ما يقابلها من عملات أجنبية لكي يحميها في السوق، ولكن للأسف الشديد تم إصدار العملة دون أن يكون هناك احتياطي يقابلها في الخارج. الإضافة إلى ذلك أن هناك لا يوجد ثقة في القطاع المصرفي إلى الآن في السوق، عمل البنوك معطل بسبب عدم وجود أرصدة
الخارجية لها بالدولار في البنوك الخارجية، وبالتالي عدم قدرتها على ضمان سداد التزامات المستوردين من السلع والخدمات. تحرير سعر الصرف كما تم ذكرها في التقرير وارتفاعه إلى 73 في الشهر الماضي زاد من الضغط، بحيث أن الانعكاس السلبي على ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالتالي كل هذه العوامل أدت إلى انهيار العملة. ومن المتوقع أن انهيار الريال اليمني سيكون أكثر خلال الأشهر القادمة ما لم يقوم الأطراف المتحاربة بتحييد عمل البنك المركزي ودعم الاحتياط الخارجي لكي تحافظ على الاستقرار النقدي للعملة اليمنية. طيب، أنت تتحدث الآن عن تحييد عمل البنك المركزي، كيف سيسهم ذلك في أن يتحسن الاقتصاد؟ تحييد البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على تحسين الاقتصاد من خلال توريد كافة الإيرادات، سواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أو المناطق التي يسيطر عليها الشرعية، سيتم توريدها إلى بنك مركزي واحد، وبالتالي سيتمكن البنك المركزي من استقبال هذه الإيرادات والتي بدورها ستساعد على تسليم الرواتب. هذا أولا. ثانيا، سيكون هناك استعداد من المجتمع الدولي، طالما أن البنك المركزي أصبح مؤسسة مستقلة واحدة، لدعم البنك المركزي وبالتالي دعم الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، وهذا سيؤثر بشكل أو بآخر على استقرار العملة ويحد من ارتفاعها المتسارع. طيب، أنت تحدثت على أن البنك المركزي الآن لا يملك في يعني في حسابه سوى القليل من الودائع الاستثمارية، بعد أن كان هناك حديث عن ضرورة دعمه بمليارات 8 إلى 10 مليارات دولار حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته، لكن الآن هناك طبع للعملة، هناك حديث عن وصول حتى عملة جديدة. أين تذهب العملة اليمنية الموجودة في السوق إذن؟ طبعا لحسن الحظ أن انعدام السيولة النقدية في اليمن، انعدام السيولة النقدية بالريال اليمني أدى بشكل غير مباشر إلى استقرار الريال اليمني. وكانت السيولة متوفرة بشكل كبير في السوق اليمني، للاحظنا أن سعر الريال اليمني ممكن أن يكون وصل إلى 700 أو 800 ريال. بالتالي فأن السيولة على الرغم من أنها لها أثر سلبي، إلا أن لها أثر إيجابي كونها حافظت على استقرار سعر الصرف إلى حد ما، أو جعلت الصعود في استقرار الصرف مستويات قليلة جدا. طباعة العملة إذا تم طباعة أكثر من العملة التي تم توريدها للسوق خلال الأشهر القادمة سيؤثر بشكل مباشر أيضا على سعر الصرف، وسوف يرتفع ما لم يتم دعم الاحتياط الخارجي للبنك المركزي، لأنه سيتم طباعة عملة بدون غطاء، وهذا بالتأكيد سيساعد على انهيار العملة. هناك نقطة مهمة أيضا، أن البنك المركزي من المعروف أنه عندما يكون هناك طلب عالي على الدولار أو تنخفض قيمة العملة المحلية، فإن لديه العديد من الأدوات التي تحد من هذا الارتفاع، منها على سبيل المثال ارتفاع معدل الفائدة على الودائع. في عام 2011 وما بعدها، عندما تعرضت البلاد في تلك الآونة إلى أزمة، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى تقريبا 22%، من 15 إلى 22%. الآن سعر الفائدة ما زال 15% منذ بداية الحرب إلى الآن. لو كان البنك المركزي قادر على رفع سعر الفائدة لكان ممكن أن يحد من سعر الصرف، ولكن ستكون هناك مشكلة أخرى، وهي أن الالتزامات الحكومية تجاه المودعين في أذون الخزانة، سواء البنوك أو بقية المودعين كالشركات التي لديها أذون خزانة من البنك المركزي، سيكون هناك فارق كبير جدا يتطلب على الحكومة أن تدفعه مقابل ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي تشكل أداء مالي آخر على الحكومة. لذلك أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي حاليا والذي يفترض أن يقوم به هو المحافظة على استقرار العملة، ولكن من دون دعم لاحتياطي النقد المركزي في الخارج، ومن دون تحييد عمل البنك المركزي وعمله كمؤسسة واحدة بغض النظر عن موقعه الجغرافي سواء كان في صنعاء أو عدن، سنشهد مزيدا من تدهور العملة في الأشهر القادمة. طيب، يعني الآن أستاذ عبد الباسط، يعني عندما كان هناك حديث على بقاء البنك المركزي في صنعاء، كان هناك استنزاف للاحتياطي النقدي، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من مبالغ يعني تقترب من 5 مليارات دولار إلى الودائع الاستثمارية التي تحدثت عنها الآن تقدر بالملايين، يعني هي أقل من مليار. هذا الاستنزاف طبعاً. نعم تفضل. أيوة. يعني هذا الاستنزاف الذي حدث
كيف يعني أين ذهبت تلك الأموال، خاصة وأننا لا نشاهد على الأرض يعني أموالا الآن في اليمن؟ يعني أين ذهبت هذه الأموال؟ ذهبت، دعنا نكون واقعيين، يعني هناك أخبار تقول بأن الحوثيين هم الذين نهبوا الاحتياطي وما إلى ذلك من الأخبار. الحوثيين ممكن استفادوا من هذا الموضوع من خلال يعني هو كان الخلاف على وزارة الدفاع تحديدا، على رواتب وزارة الدفاع، لكن الاحتياطي هو بالتأكيد ذهب عبارة عن رواتب الشعب، وأنا سأقول لك كيف ذهب ذلك. على سبيل المثال، البنك المركزي يقوم باستيراد القمح والأرز من الخارج، ويقوم بدفع مقابل هذه السلع بالدولار من الاحتياطي الموجود في الدولار. هذا الاحتياطي ما يقابله من ريال يمني يتم بعدين تقديمه للشعب على شكل رواتب، بمعنى أن جزء كبير من الاحتياطي ذهب إلى السلع. والمحافظ السابق محمد عوض بن همام قد وضح هذه النقطة وأرسل تقريرا متكاملا عن وضع الاحتياطي النقدي في البلد إلى حكومة الشرعية بالرياض ليشرح لها حيثيات انخفاض الاحتياطي. كان الخلاف الكبير حول نقل البنك المركزي وحول الاحتياطي هو في رواتب وزارة الدفاع، كونها تمثل 20 مليار ريال من أصل 74 مليار ريال أو 80 مليار ريال تقريبا، اللي هي مجموعة الرواتب الشهرية. لو تم الاتفاق على هذه النقطة تحديدا بين الأطراف المتحاربة لكان وضع البنك المركزي أفضل بكثير، لأن هناك تعهدات من المجتمع الدولي بدعم البنك المركزي فيما لو كان مؤسسة تعمل وظيفيا. الآن المؤسسة البنك المركزي حاليا معطل وظيفيا سواء في عدن أو في صنعاء. يقال قبل شهر من الآن أن البنك المركزي في عدن قام بتفعيل حساب السويفت، ولكن لا أثر لذلك على 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 سعر الصرف أو الصدر اليمني بشكل عام. لذلك الاحتياطي الخارجي هو تآكل بفعل استمرار الحروب، وكانت إدارة البنك المركزي السابقة تعول على انتهاء الحرب بشكل سريع، وبالتالي يعود دعم البنك المركزي واحتياطه من الداعمين بشكل سريع. ولكن للأسف طالما استمرت الأزمة واستمر الحرب فإن هذا عكس بشكل مباشر. طيب، هذا يدفع إلى التساؤل، أرجوك أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الباسط. بداية أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا الآن من عدن، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. إذن الآن هناك وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد، هناك عملة محلية تدهور سعرها إلى ما يقارب 400 ريال لكل دولار. من هو المسؤول أمام كل ما يحدث بالنسبة للوضع الاقتصادي لليمنيين؟ أهلا وسهلا. أعتقد أولا يجب اسمح لي أن أشير إلى أن وجود سعر صرف مستقر بحده الأدنى يعني يشكل ضرورة لمجمل الفعاليات الاقتصادية للاستثمارين والمصدرين والمنتجين، وبالتالي يعني يعطي شيء من اليقين عندما يكون هناك استقرار نسبي في سعر الصرف. لكن ما يحدث حاليا هو تدهور حقيقي بل وكارثي في سعر الصرف. الوضع الحالي يعني يؤشر إلى أنه الحال سيستمر، والسبب أولا أنه البنك المركزي هو صورة لوضع العام، للصورة السياسية الحالية والحرب وتبعاتها والصراع الموجود في اليمن، وبالتالي هو جزء من هذا المشكلة أو جزء من أثره يرتبط بانفراج سياسي أو بتحسن الوضع السياسي. لكن الأوضاع يبدو استمرت على حالها اقتصاديا وزادت الأزمة اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي الوضع الأزمة الاقتصادية تعمقت، الاختلالات الاقتصادية بكل جوانبها بكل مؤشراتها الكلية ما فيها عجز كبير في ميزان التجارة الخارجية، هذا كله واحد من الأسباب. من المسؤول؟ أولا المسؤول عن هذا الاختلالات وتدهور سعر الصرف غياب دور فاعل للبنك المركزي. البنك المركزي نقل إلى عدن لكنه بدون أسنان، إذا سمحت لي القول، أو مفهوم. يعني لو بمعنى ما عنده إمكانيات لا احتياطيات نقدية
ولا يستطيع استخدام وظائف وأدوات نقدية للتأثير على أسواق سعر الصرف ولا على الفعاليات الاقتصادية، ويده قصيرة يد البنك المركزي لا تستطيع أن واجه هذا الأزمة. طبعا كنا نتوقع وفي ومع أيضا بقاء العوامل الخارجية إنه الدعم الخارجي لا زال محبوس، لا يوجد دعم خارجي لا لرفض البنك المركزي بموارد أو بقروض لتعزيز احتياطياته النقدية ولا لإعادة الإعمار ولا لتقديم قروض حقيقية لتنهض بالاقتصاد الحقيقي في وقت كل التحويلات الآن للمغتربين تصل إلى خارج الجهاز المصرفي، خارج الجهاز المصرفي إلى الصرافين، وبالتالي هذا يؤدي إلى شيء من المضاربات. المسؤول عن زيادة أو تدهور سعر الصرف أيضا المضاربات التي تحدث، هناك فئات أو قوة أو أفراد أثروا بسبب من موارد العامة أو الخاصة أو ويقومون بعملية صرفها أو تحويلها إلى عملة، إلى العملة بالدولار. بمعنى ما يحدث حاليا هو حالة من دولارة الاقتصاد. لو تلحسني من هم اللي يحتفظون بدخاراتهم، هذا طبيعي لأنه يظل الوضع التدهور المستمر وعدم اليقين في سعر الصرف، هناك تخوفات إلى الاحتفاظ بمدخراتهم الأجنبية وبالريال السعودي. هذا هو الوضع. طبعا أقول لك واحد من المسؤولية أيضا تعويم سعر الصرف، البنك المركزي اتخذ قرار التعويم وهو ما لا يمتلك أي إمكانية لتنفيذ سياسة نقدية ولا لمتابعة أو إرفاقها بإجراءات أخرى. ثم أيضا أنه هناك البنك المركزي يسير بجهة والحكومة تسير بجهة أخرى، لا يوجد تنسيق بين السياسات العامة وسياسة البنك المركزي وإجراءاته. وأشياء أقول برضو وأكون صريح، وأنا هنا لا شخص ولكن للأسف لم تكن الإدارة أو التعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي موفقا، بمعنى أن القيادة الحالية ضعيفة وليس لها كاريزما أو علاقات دولية مميزة مع الشركاء الاقتصاديين والمالحين. مفهوم. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور يوسف. أعود إليك أستاذ عبد الباسط. الآن يعني عندما قرر البنك المركزي تعويم سعر الصرف، هو بذلك ألقى بمسؤولية الحفاظ على سعر العملة بالنسبة إلى اليمنيين، إلى السوق يعني بالمختصر. هذا يعني يدفعنا للتساؤل، أين هو دور البنك المركزي الآن ومساهمته في إنعاش الاقتصاد، في وضع الحلول؟ ما هو الممكن بالنسبة للبنك المركزي فعله الآن برأيك؟ أنا كما ذكرت سابقا أن قرار نقل البنك المركزي من خلال المعطيات سنة كاملة إلى الآن أكد بشكل واضح أن نقل البنك المركزي لم يقدم أي شيء، بالعكس أدى إلى انقسام المؤسسات المصرفية إلى نصفين، الإدارة العامة تشتغل في صنعاء وفروعها تشتغل في عدن. لكن هناك من يقول أنه أوقف تدهور يعني الاستنزاف للاحتياطي. ما الذي أوقفه؟ استنزاف الاحتياطي. ما الذي عمله البنك المركزي؟ ما الذي أوقفه بالضبط؟ استنزاف احتياط العملات النقدية. هناك 5 مليارات ذهبت. هذه 5 مليارات ذهبت، أنت لو نظرت إلى عالم الحروب في أي بلد، لا بد أن يتأثر احتياط البلد بفعل الحرب بغض النظر عن ما نسبب بها. البنك المركزي منذ تم نقله من قبل عام إلى الآن لم يقم بعمل أي شيء، بالعكس عندما قام بتعويم سعر الصرف إلى 370 قام بتعويمه فقط بهدف عدم استفادة البنوك من فارق العملة بسبب تعاملها مع المنظمات الدولية. كان السبب الرئيسي لتعويم البنك المركزي هو أن هناك العديد من المنظمات الدولية، كان البنك المركزي كانت البنوك المحلية تقوم بشراء الدولار منها بسعر الصرف الرسمي اللي هو 250، وعندما يبيعه للسوق يبيعه ب 370 أو 350، وبالتالي البنك المركزي بتعويم العملة حد من المضاربات التي حصلت في القطاع المصرفي والتي استفادت منها بعض البنوك تحديدا. ولكن لو نظرنا إلى عمل البنك المركزي بشكل عام لم يقدم البنك المركزي أي شيء إلى حد هذه اللحظة. ما الذي يمكن أن يفعله إذن؟
يمكن أن يفعله أن يقوم بمطالبة المجتمع الدولي ومطالبة ما يسمى بدول التحالف التي تدخلت لأن تحمي الشعب اليمني أو لمساعدة الشعب اليمني، وبالأصح هي مساعدة الشعب اليمني، هي عملت على تدمير الاقتصاد اليمني. كذلك لو كانت دول التحالف جادة في هذا الموضوع لدعمت البنك المركزي ودعمت الاحتياطي، ونحن لازلنا نتذكر الرسالة التي توجه بها محافظ البنك عندما اتهم بعض جهات التحالف بشكل صريح بأنها تعرقل وصول السيولة إلى مطار عدن. أعتقد الجميع يتذكر هذا التصريح قبل شهر من الآن تقريبا. صحيح. وبالتالي البنك المركزي هو عاجز في هذه اللحظة، لا يستطيع أن يقوم بأي شيء إطلاقا. أنا أعتقد أن الاستقرار الريال اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام ممكن أن يكون في حالة لو تم الاتفاق بين الأطراف المتحاربة على تحييد البنك المركزي وجعله مستقلا بعيدا عن التجاذبات السياسية، لأن البنك المركزي للأسف الشديد مؤخرا تم إدخاله في المجال السياسي وأصبح مسيد. طيب في نقطة أخرى أستاذ عبد الباسط، ماذا عن المؤسسات المصرفية والبنوك؟ هل لها دور في الأزمة التي يواجهها الريال والاقتصاد اليمني الآن؟ البنوك للأسف الشديد هي عاجزة أيضا، لا 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 ليس لها يد في هذا الموضوع. بعض البنوك لا تستطيع أن تقوم بعملية فتح اعتماد مستندي لأي تاجر في الخارج نظرا لعدم تمكنها من ضخ دولار لحسابها في الخارج، أو لعدم قدرتها على امتلاك عملة أجنبية لوضعها في الخارج، وبالتالي التمكن من عملية دعم التجارة الخارجية. المضاربة التي تحصل في بين الصرافين هي للأسف سلاح ذو حدين، على الرغم من أنها أدت إلى ارتفاع الدولار إلى حد ما، إلا أنها كمان حافظت على بقاء الاقتصاد اليمني وعمل السوق اليمني من خلال استيراد البضائع من الخارج. الآن الصرافين يقومون بمقام عمل البنوك. إذا أراد أي تاجر أن يقوم بفتح اعتماد مستندي لا يوجد أي قناة تقوم بهذا العمل إلا البنوك، والبنوك عاجزة عن هذا الشيء، فبالتالي يلجأ إلى الصراف، والصراف في هذا في من خلال هذا الوضع يقوم بتحديث السعر الذي يريده. وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، ولكن الصرافين ما زال لهم دور أيضا في دعم استيراد السلع من الخارج من خلال المضاربة مع وكلائهم في الخارج أو مع مكاتبهم في الخارج، أنه يقوم بالتنسيق مع التاجر بالدفع مثلا بالريال السعودي أو بأي مبلغ آخر. نعم، على أن يقوم الصراف بالدفع بالمقابل في الخارج، وبالتالي يتمكن التاجر من استيراد المواد الغذائية من الخارج. أشكرك إذا أستاذ عبد الباسط صبان المحلل المالي والاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من غلاسكو بسكوتلندا. أعود إلى الدكتور يوسف سعيد. دكتور، الآن حتى نواجه هذه الأزمة لابد من حلول عاجلة، وحتى يعني يتعافى الاقتصاد هناك أيضا حلول طويلة الأمد، ما الذي يمكن عمله من وجهة نظركم؟ شكرا جزيلا. في تقديري أولا بالنسبة لملاحظة زميلي في الطرف الآخر، فعلا ملاحظاته قيمة، لكن تحييد البنك المركزي في الوضع الراهن في وضع الحرب من الصعوبة مكان وعملية مستحيلة، وأثبت التجربة ذلك. ما إذا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو من يدير البنك المركزي خلال الفترة الانتقالية فهذا موضوع آخر، لكن وجود البنك المركزي في ظل الحرب لم من الصعوبة ما يكون أن يكون في تحييد لدوره في ظل الحرب، وهذا من ناحية العملية والتجربة. العنصر الثاني الاستقرار سعر الصرف على المدى البعيد معناه يحتاج أنه الاقتصاد يستأنف نشاطه، يعني الصادرات، لأنه هنا المسألة فيها توازن اقتصادي بين عوائدك وتسرب بين ما تحصل عليه من الخارج من عملات وما بين تستورده من عملات أو تسرب من الاقتصاد الخارج. لازال الإنفاق أو الاستيراد على وتيرته، ما في السياسة على لتقليل الاستيراد ولو الكمالية، ما زالت السياحة المختلفة على حالها، لا يوجد إجراءات اقتصادية مترافقة. وزايد أنت تعرفوا أن تصدير النفط والغاز كان عنصر، وخاصة النفط كان عنصر رئيسي في مواجهة أول القطاع القائد ومواره هي التي تعضي الموازنة العامة للدولة. الآن العجز في الموازنة العامة من رقمين، العجز في الحسابات المختلفة يعني وضع صعب جدا. الوضع في الآن ما يحدث الآن هو وضع كارثي. تصور أنه عندما تنخفض
قيمة العملة على هذا المستوى، هذا أدى إلى شعور الناس بالذعر بما فيهم، مش فقط المستهلكين ولكن أيضا حتى أصحاب العوامل الاقتصادية المستثمرين والمستوردين، هؤلاء ما عندهم قدرة على التنبؤ بشأن مستقبل الاقتصاد. كل هذا الوضع يؤدي إلى زيادة وأعتقد أنه زيادة تدهور سعر الصرف، وأعتقد أنه سيستمر الحال إذا لم يكن هناك دعم خارجي سريع. سمعنا عن مؤتمر عقد في ألمانيا قبل أيام ومواجهة الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزيز دور البنك المركزي باحتياطيها، حتى الآن لا نعرف ولا يوجد مؤشرات لدينا عن حجم هذا الدعم وهل سيصل في الوقت المناسب. إذا ما استمر الحال كهكذا واستمرت الحرب فإنه من الصعوبة مكان للاقتصاديين يتنبؤوا بشأن المستقبل ولا غير الاقتصاد ولا أشكر. السياسيين أيضا يتنبؤوا بشأن أيضا المستقبل، لذلك الوضع سيزداد سوءا إن لم يكن هناك استقرار سياسي وعودة للصادرات، يعني تحييد بهذا أختم معك دكتور، أشكرك. موارد البنك المركزي إلى الآن لا تورد بين الموارد العامة إلى اللي هي موارد الموازنة العامة، أين هي؟ لا تذهب في مقبلها إلى، هي تذهب إلى أقنية أخرى خاصة. وضحت الصورة دكتور، أشكرك دكتور يوسف. مع الأسف هناك ضيق في الوقت، أشكرك جزيل الشكر دكتور يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وهي تحية مني ومن الزميل عبد الرقيب الأبارة، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.